السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت خواتاتي، دايرين؟ مساء عليكم بخير، هانيين، كراكم مزيانين؟ نتمناكم كاع تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتو تما كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو ديالو ما جيت ان شاء الله غادي نتقاسم معكم كريب حلو بالشوكولا اللي كيجي واعر بزاف، فقط بحبه ديال البيض، وغادي نتقاسمه معكم ان شاء الله في الهشوار طريقة اللي سهلة وبسيطة، ناجح 100%. فما عليكم اخواتي غير تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا معايا جميع المراحل ديالو. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا كما العادة، منسوا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندوزو الطريقة والمكونات مع بعضياتنا. فبسم الله على بركة الله كناخذ الهشوار ديالي. بطبيعة الحال الناس اللي ما عندهمش الهشوار يمكن لكم تستعملوا اي خلاط عندكم، يعني الكاس ديال الخلاط الكهربائي، او يمكن لكم ديروا غير الميكسور، المهم اي خلاط عندكم غادي تخدموا لي هاد الكريب. انا هنا كما كتلاحظوا خديت الهشوار وضعت فيها اول حاجة واحد الرشة ديال الملح، بيضة كاملة، ايضا تقريبا معلقة ديال سكر سنيدة او سكر حبيبات كنوضعها، وكنوضع واحد الكيس ديال الفاني. من بعد هنا كناخذ جوج كؤوس ديال الحليب اللي كيكون عادي مسخون ما بارد. بالنسبه للكاس عبرت انا بالكاس ديال الرايب، يمكن لكم تعبروا بكاس ديال العلبه او بشي كاس ديال الشاي، ما كاينش فرقه كبيناتهم. صافي هنا غادي نعبر الكاس الثاني كيف ما لاحظتوا، وضعت الكاس الاول وهذا الكاس الثاني ديال الحليب. من بعد هنا غادي نوضع ايضا 3 ديال المعالق ديال الزويته نباتيه، يمكن لكم تعوضوهم بجوج معالق ديال الزبده، المهم كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم ديروا الزبده ولا الزيت على حسب اللي متوفر. فانا صراحه فضلت انا انني نديرهم معكم بالزيت، حيت كلشي كيكون عند الزيت في البيت، اما الزبده مره كتكون مره ما كتكونش. من بعد ما كنوضع هاد السوائل كنطحن مليح واحد المده كديال دقيقه ما كاملاش بالهشوار. ومن بعد ما كنطحن الخليط ديالي، هنا غادي ناخذ كاس ونص ديال الدقيق الابيض اللي هو الفرز، بنفس الكاس بطبيعة الحال اللي عبرت به الحليب، يعني الكاس اللي تعبروا به الحليب هو اللي ديروا به الدقيق. كما قلت لكم كاس ونص ديال الدقيق، وغادي نولي ثاني نطحن المده ديال دقيقه ما كاملش، هكرا في ساعه كطحن. بعد هنا ما كنطحنو كناخذ ايضا واحد الشاصي ديال الكاكاو المر، تقريبا معلقه كبيره، فمن الاحسن اخواتي انكم تستعملوا هذا ديال الشاصي، ما ننصحكمش بهذاك ديال العبار، كيف ما كنقول لكم دائما ديال العبار راه كيكون فيه غير اللون، اما بالنسبه للمذاق ما كيكونش فيه المذاق بصفه نهائيه. بالنسبه لهذا الشاصي كيعطينا واحد اللون جميل، وايضا كيعطي واحد المذاق وواحد النكهه واعره بزاف للكريب ديالنا. وليت ثاني طحنت المده ديال دقيقه. من بعد ما كنطحن هذا هو الخليط اللي خصنا نتحصلوا عليه كيف ما كتلاحظوا، خليط اللي ما كيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف بزاف في نفس الوقت. شوفوا معايا القوام ديال الخليط ديالنا، فرغت الخليط في واحد البول كيف ما كتلاحظوا. هنا غادي ندوز مباشره باش غادي نطيبوا الكريب، يعني ما كنخليوه لا يرتاح لا حتى شي حاجه، فيعني كنطيبوه في البلاصه كيف ما كنقولوا. خديت مقيله اللي كتكون غير لاصقه، مقله هكا ديال البغرير ولا شي مقيله تكون مختصه من الاحسن هكا للكريب. صافي وكنوضع فيها الخليط ديال الكريب ديالي، نخليه على نار اللي كتكون ما بين متوسطه ومهيله بالنسبه للشعله ديال النار. ومباشره من بعد ما كيطلعوا داك الجنيبات، يعني كيتحمروا داك الجنيبات وكيطلعوا، كنقلبوها مباشره كنعرفوا ان الكريب ديالنا تحمر وطاب من الجهه اللي لتحت. بعد ما كنقلبها كناخذ هكا شي لعيبه وكنحاول انني نضغط عليها على هذا الشكل، وغادي نخليها ايضا حتى كتحمر من الجهه ديال الوجه، ومره مره كنبقى ندور فيها بهذا الشكل هذا. بعد ما كتحمر وكتاخذ لي هذا اللون هذا كيف ما كتلاحظوا، غادي نخليها تزيد هكا غير واحد شويه، من بعد غادي نحيدها. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معي اخواتي، بنفس الطريقه كناخذ تقريبا معلقه كبيره ديال الخليط ديال الكريب، كنوضعو في المقلاه وكنسيحو على الطريقه هذه، كنخليه حتى كيتحمر وكيطلعوا داك الجنيبات هكا، الجنيبات هكا ديال الكريب من جهه ديال المقلاه. مباشره كنقلبو كنخليه بطبيعه الحال حتى كيتحمر وكيصبح لنا بداك الشكل هذا، ومن بعد كنحيد الكريب ديالي وكنبقى غاديه بنفس الطريقه. هانتوما هذه غادي نخليها لكم الاول حتى الاخير، ما غاديش نحذف معكم المقطع ديالها،
وضعت الخليط ديالي، خليتها حتى كيطلعوا داك الجنيبات وكتحطم، من بعد كنقلبها على هذا الشكل هذا صافي، وكنبقى مقابله معها الطياب حتى كتحمرنا من الجهه ديال الوجه. تاخد هذا اللون هذا كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنبقى غاديه بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال الخليط اللي عندي كلها. هنا بالنسبه للتعميره اللي غادي نعمر الكريب ديالنا، مهم باش ما بغيتو عمرو كيبقى لكم الاختيار. انا صراحه كندير داكشي اللي كيبغي وليداتي، وانتم بطبيعه الحال يمكن لكم تعمروا باش ما بغيتو وعلى حسب اللي متوفر. هنا خديت حبه ديال التفاح، حبه ديال الشهديه، وحبه ديال الموز كيف ما كتلاحظوا. غادي نقي داك التفاح والشهديه وغادي نقطعو رقيق على هذا الشكل. من بعد غادي نوضع داك الحبه ديال التفاح والشهديه في واحد لوبول، وغادي نوضع عليهم واحد دانيط الشوكولا. صافي كنحرك مليح وكيكون عند التعميره ديالي واجده. يمكن لكم الكريب ديالكم تعمروهم غير بالشوكولا ديال الدهن، ولا يمكن لكم تاخذوا غير هذه الفواكه هذه مع جوج معالق تقريبا ديال السكر سنيده، وضعوهم في واحد المقيله خليهم حتى كيتصهدوا كيتعسلوا داك المعلقه ديال السكر، من بعد حيدوهم وعمروا الكريب ديالكم. المهم كيبقى لكم الاختيار باش ما بغيتوا عمروهم. صافي كناخذ الكريب ديالي كما كتلاحظوا من بعد ما طيبته، شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي واعر واعر بزاف. كنوضع فيه داك الفواكه مع دانيت شوكولا للداخل صافي، وكنطوي على هذا الشكل هذا، فكيجي لذيذ بزاف. يمكن لكم هكا تحضروه لوليداتكم الكوتي، اذن يمكن لكم ديروه لهم حتى للمدرسه، يعني ديوهم معاهم هكا للمدرسه. شي حاجه اللي زوينه لذيذه بزاف كيموتوا عليها الاطفال، وطريقه دي سهله بسيطه، راه في ساعه كيتحضروا ما كياخذوش مده طويله في التحضير ديالهم. هنا بالنسبه للتزيين درت داك الحبه ديال البنان هكا من الفوق مع خطوط ديال دانت الشوكولا، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي. فنصحكم انكم تجربوهم وتردوا عليا، حيت فريمون كيجي واعر بزاف، مذاق اللي خطير، مذاق واعر صراحه المذاق ديالهم كيجي. فاخوتي خواتاتي ما تنساوش الى جربتوهم وعجبتكم الطريقه والوصفه بطبيعه الحال تبارطاجوها مع خوتكم صحابكم مع كاع الناس اللي كتعرفوا. فضلا وليس امرا، الى كنتو جداد اول مره كتشاهدوا الفيديو ولا كتشاهدوا القناه، كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، معكم غتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. ما تبخلوش عليا بلي لايكات ديالكم، تعرفكم زوينه ومحفزه على الفيديو. وإلا باغي نكتشاد الوصفه حتى دابا بطبيعه الحال كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه، وبالسلام عليكم مع فيديو جديد ووصفات جديده ان شاء الله. بالسلام عليكم.